يعني ونصح الرجال ما يعاونوش النساء ديالهم، ما يعقلوش عليهم في الدار، حيت حنايا نهار اللي كيكون عندنا الشغل في الزنقه ما كيعاونوناش هما. الله يجازيكم بخير في هذا الحجر الصحي، ما تعقلوش عليهم، ما تسيقوا، ما تعجنوا، ما تطبخوا، ما تغسلوا القشع، ما تعملوا حتى شي حاجه. صافي الراجل بقى راجل، الشغل في الزنقه هو الزنقه، يعني الدار ما يعمل حتى شي حاجه. اعملوا بحالي، كونوا رجال وعملوا بحالي، ما تعاونوهم حتى شي حاجه. ايه كملتي ولا باقي؟ قريب قريب، حنايا المهم الانسان الى عجين ساعه ساعه ما فيها بس. Mira, yo no quiero pelear contigo, pero yo no puedo seguir haciendo las cosas de la casa y tú viendo la televisión el día entero, mi vida, ¿entiendes? ¿Cómo es posible que tú puedas ver ese canal ahí todo el tiempo viendo la misma novela, la misma cosa, la misma cosa? Y no sé. La perra, la niña, todo lo tengo que hacer yo, mi sobrina. Todas las cosas, yo no puedo seguir así, yo no quiero discutir con ¿O qué no me te crees? ¿Acaso estás pensando? ¿En serio? ¿Me estás diciendo a mi joder, tío, que no es para tanto? ¿Que las cosas hay que hacer de pareja? ¿Que no? حتى باش عيطها ديال القارون الشباكيه والمخرقه والمخوقه والمعينه والمشرمل والمقلي والمعلي والمدلي كيحرس غادي ياكل كيف ندير لك من نبداك شهر الماكله ماشي غير الصوم بالعكس حتى تعلموا فيه الجوع ناكلوا غير شويه تميرات في اربعه العناصر عندي انا تميره حريره شبيبيكيه هي واحد قاضي الامر الماكله والو الطواجن والحوت واللي عضت قزيتها واللي حط الكير ما قاري حتى شي تمساحه واش شهر الماكله هذا شهر العباده خفف من العباده خلي الدم يتصفى شويه راه 11 شهر وداك الدم وسخ بالماكله والشراب والكاسكروت والشفنج عند العشيه وحرطيطه وبرطيطه ومرطيطه حتى تحرك تطمع خفف شويه من الماكله صاحبي خفف يلعبوا يا البنات لعبوا الميلة يا والصغر ميلة.